على مزيد من تفاصيل حالة الطقس، انت منكم اكتر على حالة الجو الفترة دي عاملة ايه من دكتور منار غانم عضو الهيئة العامة بعلو المركز الاعلامي بالهيئة العامة بالارصاد الجوية. خلينا كده نعرف تفاصيل اكتر عن الطقس. صباح الفل دكتور منار. صباح الفل على حضرتك استاذة داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الفل. خلينا نطمن من حضرتك كده اكتر، تفاصيل الطقس الفتره الجايه عامله ايه؟ ملاحظين الفتره دي في رياح نشيطه جدا في بعض الاتربه، فعايزه اطمن من حضرتك تفاصيل الجو هيبقى عامل ازاي الفتره اللي جايه. بالفعل يمكن احنا شهدنا امس واول امس نشاط قوي لرياح في معظم محافظات الجمهوريه، وكانت كتل هوائيه جنوبيه ادت لاثاره الرمال والاتربه، لكن بمجرد تحول الكتل دي لكتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط بدات الاتربه والرمال المطره تزال تماما من على اغلب محافظات الجمهوريه، لكن في انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل كبير. يعني درجات الحراره كمان هتنخفض عن الامس بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع خلال فتره النهار 22 درجه مئويه. ده حتى نهايه الاسبوع؟ هو متوقع اليوم وغدا 22 درجه مئويه، مع باقي ايام الاسبوع ان شاء الله هتبقى ما بين 24 و25، فهتظل درجات حراره حول المعدل او اقل من المعدلات الطبيعيه، خاصه كمان ان اليوم تحديدا هيكون في نشاط نسبي للرياح، يعني سرعته اقل من امس بشكل كبير، بتتراوح سرعات الرياح ما بين 30 و35 كيلومتر على الساعه، هتخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره واجواء كده اشبه بالاجواء الشتويه في النهار. فترات الليل اللي هنأكد عليها، لان في فترات الليل هيكون في مزيد من الاحساس بالبروده حتى نهايه هذا الاسبوع. صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى 15 درجه مئويه، المدن الجديده الاماكن الصحراويه بتحس كمان درجات الحراره اقل من ال 15 درجه مئويه. محافظات شمال الصعيد صغرى فتره الليل بتوصل ل 11 و12 درجه مئويه، فاجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. اتفضلي يا فندم. بما ان احنا بنتكلم على احساس الاجواء الشتويه، هل الاجواء دي وانخفاض درجات الحراره هيكون مصاحب ليها سقوط امطار الفتره اللي جايه؟ هو بالفعل في امطار اليوم، يمكن بدات بالفعل نهاردة على المناطق الساحليه النهارده بالفعل على المناطق الساحليه زي مطروح والاسكندريه وكفر الشيخ بدات امطار، ومتوقع اليوم امطار ما بين خفيفه الى متوسطه على المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، مرام بالمطروح الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره كفر الشيخ الدقهليه، كمان سواحلنا الشماليه الشرقيه دمياط بورسعيد رفح العريش، المناطق دي كلها هي اللي معرضه لسقوط امطار، لكن القاهره خفيفة. لا القاهرة مش هتوصل لها فرص الأمطار إن شاء الله النهاردة ولا الأيام المقبلة، لكن هي الأمطار موجودة معانا النهاردة فقط، ومن بكرة بإذن الله هتبدأ تقل كميات الأمطار تماما وتتلاشى من معظم محافظات الجمهورية. يحصل كمان اعتدال في سرعات الرياح، يعني النهاردة هنحس شوية إن في نشاط للرياح، لكن من بكرة هتقل سرعات الرياح كمان ويحصل اعتدال بشكل كبير واستمرار بشكل كبير في الأحوال الجوية. الشبورة المائية هترجع. لسه أسألك حالا، الشبورة المائية أخبارها معانا إيه الفترة اللي جاية؟ من بكره ان شاء الله الشبوره المائيه هتبقى موجوده على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وممكن تكون كثيفه احيانا خاصه ان حصل خلاص الاعتدال في سرعات الرياح، فهترجع تاني تاثر على الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن بصفه عامه هي الاجواء مستقره من بكره حتى نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. هنخلي بالنا بس من البروده فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر، لازم خلاص نبدا نرتدي الملابس. اعتقد دكتور منار كده خلاص نبدا نلبس هدوم شتويه يعني نسبيا. بالفعل خلاص نبدا خلاص كده كرسينا احنا طيبين، حتى كمان ناخد جاكيت معانا لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل. بشكرك جدا دكتور منار، طمنتينا على حاله الطقس بكل تفاصيلها، اتمنى تاخدوا بالكم خصوصا واحنا نازلين الصبح وفتره بالليل دايما في جاكيت في العربيه لو ما كناش